فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي بالشر، ولكن إنما يأتي الشر من الاستعمال، استعمال الإنسان. فالإنسان هو الذي يحول الخير شرا بتصرفاته، وذلك أن الإنسان إذا استقبل هذا المال برفق وبكسب اكتساب طيب وقناعية، ثم إنه إذا حصل على شيء منه تصرف فيه تصرفا مفيدا لنفسه ولغيره، فإنه يكون خيرا له، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إنما إذا أخذه بشره ونهم وغامر في تحصيله ولم يفرق بين الكسب الحلال والحرام والكسب الحرام، ثم إنه إذا حصل له المال لم يتصرف فيه تصرفا حسنا، فإن هذا أتى بالشر، هذا خير سبب له شرا لا لذات الخير، وإنما لتصرفه هو.